يعطيكم العافية. راح نبلش شرح الجزء الثاني من ماس بالانس. الجزء الأول حكينا عن النظام البيئي وحكينا عن مبادئ حفظ الطاقة وحفظ الكتلة وعطينا أمثلة عليها، كان الغزال والبنزين لما بده يفوت على وعاء معين، في مثلا عينة تربة، تربة فيها سوليد ووتر وإير. هسه راح نحكي وحكينا عن التفاعلات زيرو فيرس وسكند، وحكينا عن معادلة الاكوميوليشن ريت، وهاي المعادلة راح نستعملها ولكن بأكثر من حالة وكل حالة فيها لها إشي معين. طبعا من خلال السؤال راح نعرف. تمام، هسه راح نحكي بهذا الجزء من التشابتر عن الماس بالانس. ماس بالانس and reactor system. reactor engineering system بس طيب. ماس بالانس and reactor engineering system. حكينا احنا عندي هون، انا عندي حدود خمس حالات على ما اظن للرياكتور سيستم. في عندي اول رياكتور عبارة عن ستيدي ستيت كونزيرفاتيف يعني هاي عندي انا. هسه انا بطبق مبدا الماس بالانس. ماس بالانس في عندي اكثر من حاله. الحاله الاولى اذا كانت ستيدي ستيت مع كونزرفاتيف بوليوتنت، يعني ملوثات محافظه. طيب شو يعني هذا؟ يعني بكل بساطه انه انا عندي ستيدي ستيت شو معناها؟ انه دي ام على دي تي تساوي زيرو. تمام، يعني concentration not varies with time، يعني stable، يعني ما بتغير مع الزمن. هسه ليش concentration؟ انه الماس قلنا C في V هي الماس. C في V يعني كامل، والفوليوم constant طراحه ال V، بالتالي dc على dt بتساوي زيرو، يعني انه concentration not varies with time، يعني concentration constant، تغير بالconcentration constant، يعني C أو C out. تمام، ثالث شغلة conservative pollutant يعني no reaction. طيب no reaction شو يعني reaction؟ كان reaction أنا في عندي DM على DT reaction تساوي minus KCV. طبعا كل الحالات في zero first order، فهو قال لي no reaction، يعني الرياكشن زيرو. طيب شو صفة معادلة الاكوميليشن؟ نعرف انه دي ام على دي تي تساوي كيو ان سي ان ناقص كيو اوت سي اوت ماينس كي سي في. حسنا لما قال لي سؤال بشكل صريح ستيدي ستيت وذ كونزرفاتيف بوليوتنت، يعني زيرو، يعني هاي زيرو، يعني صفة عندي كيو ان سي ان تساوي كيو اوت تساوي اوت. هاي المعادلة خدناها كثير وشفناها كثير بما يسمى الكونتينيوتي ايكويشن. يعني نفسها نفس المبدأ، الإشي اللي داخل بيساوي الإشي اللي خارج. مثال بسيط عليه، حكى لي stream flowing with a rate 10 متر تكعيب لكل سكند، الكيو ان تساوي 10 متر تكعيب لكل سكند، feeding into with flow 5، يعني بيقول لي في flow stream يعني إشي بتدفق ب 10، وفي عندي كمان بتغذى من ستريم ثاني مقداره 5، يعني qn1 تساوي 10 qn2 تساوي 5. تبع الوحدات نفسها ولا لا؟ كمل. في the stream concentration of chloride is 20، stream
ستابيليتي كلورايد هي 40 يعني هاي سي 1 لها 20 هاي سي 2 لها 40 20-40 صح؟ آه. طبعا ملي جرام لكل لتر وبي ام بالامتحان جاب لنا اياها بي بي ام مش ملي جرام لكل لتر كنا عارفين نفسها بي بي ام وخربت الدنيا. قال لي هو conservative substance قال لي assume complete mixing find the downstream of chloride لكن تأكد انه هاي الحالة الاولى ولا لا هي الحالة الاولى تمام. لاحظ انه حكالي جملة حكى لي conservative substance يعني ايش يعني ال KCV0 حكى لي complete mix complete mix نعرف انه في اشي عندي اسمه KCV صح نعرف انه عندي C out صح C out نسميها C not بالعادة أو C out ها C out ما بدي هاي بس complete mix يعني C تساوي C out لما اشوف كلمة complete mix يعني C بتساوي C out تمام. هون هو steady state بس يمكن ما حكاها بالشكل صريح بس مبين كان conservative pollutant واشياء دخلت واشياء تخرج معناته conservative يعني ما بتغير عندي. ف عشان تطبق المعادلة 0 او Qn Cn تساوي Q out C out تمام. الQN أنا إيش دخل؟ دخل عندي دخل عندي كم؟ ما بجمع أنا بحكي ما بحكي إنه 40 زائد 20 هي الكونسنتريشن بحكي 60 و5 زائد 14 هي و5 هي 15 يعني 15 ب 60 هو هاي لا أنا اللي بعمله أنه بعمل جمع ستريم بالكونسنتريشن تبعه يعني هاي مجموع كونسنتريشن 60 فهو دخل عندي 10 concentration هي 20 زائد دخل عندي 5 دخل منها 40 بعدين Q out كم Q out كم Q out شو اللي خرج انا قديش دخل عندي دخل عندي 10 دخل عندي 5 قديش بده يطلع يطلع عندي 15 Q out 15 ايش بده بده الconcentration C out بتصير C out بتساوي 26 66 في ما أسهله بس كان قال لي conservative pollutant والرسم بيانات لأنه steady state يعني اللي دخل بيساوي اللي خرج مباشرة حكينا إنه حل تمام. أول حالة حكينا عنها steady state conservative pollutant يعني مجموع اللي داخل بيساوي اللي طالع اللي داخل دخل أنت 10 وتركيزه 20 و5 وتركيزه 40 بجمعهم وبتساوي ايش خرج؟ خرج 15 والتركيز النهائي كم هو الناتج تمام. الحالة الثانية steady state with no conservative no conservative هذا بطلقوا له رمزين بطلقوا له اسمه CS CR يعني أنا لما أشوف إشي اسمه CSTR يعني إيش steady state no conservative أو complete mix reactor تمام تمام. طب هذا شو حالاته نفس الطريقة steady state يعني DM على DT تساوي zero no conservative يعني minus KCP تمام. شو المعادلة بتكون عندي zero تساوي QN Cn طبعا الطريقة مجموع ناقص Q out C out minus K C V C out تساوي C مكون عندي complete mixing تمام. مش complete mixing يعطيني قيمة الـ C out أو يعطيني قيمة الـ C مش عشان اللغة غير هيك لا تمام.
طبعا لو سكند اوردر كنت تبيع، زيرو اوردر زيرو يعني السي كامل بتطير. فهاي ما بدي ارتب المعادله كيف بتصير، لو على على اساس فيرست اوردر بحكي له انا السي بدها تساوي، يعني انا نقلتها للطرف الثاني، فبتصير عندي كيو ان كيو ان سي ان على كيو ات، على اساس انه السي ات بتساوي سي زائد كي في في. انا بعد ما اشتقيت يعني بعد ما قسمت، يعني انا شو عملت؟ هذول نقلتهم للطرف الثاني، سي اخذتها عامل مشترك، فصفى كيو ار زائد كي في زي هيك. انا ممكن يجيني سؤال زي هيك، هاي المعادله تحل بايش؟ بتقول سي اس تي ار. ممكن انه يجيب لي معادلة زي هيك بس شو يعمل؟ ما يعطيني هون كيو اوت، يعني هون بس يقول لي كيو ان سي ان على كي في. شو بفهم منها؟ بفهم منه انه كومبليت ماكس رياكتر وذ اونلي ان فلو، يعني بدون اوت فلو، او بيجيني زي هيك سي ان على كي في ما عندي كيو. ولا مش هيك مش هيك، لا لا دقيقة اقول لكم كيف تكون ال كيو ان سي ان كيو ار زائد كي في. لو انا الكيو بتساوي الكيو، يعني اخذت عامل مشترك زي هيك، الكيو هون هاي كانت واحد، هاي كانت واحد، جاب لي هاي زي هيك سي ان على واحد زائد كي في على كيو، بقول له هاي كومبليت ميكس رياكتر with no change in flow with same flow constant flow. تمام تمام. طيب شو عليها حل؟ هاي عليها حل، خلينا نشوف السلايدات. بلوتد ليك كونسيدر عليك 10 ضرب 10 قوة 6 متر تكعب، يعني المتر تكعب يعني فوليوم، فوليوم 10 ضرب 10 قوة 6 ايش متر تكعب، انتبه للوحدات. Fed by polluted stream having a flow rate of 5 متر تكعيب لكل سكند. Q 5 متر تكعيب لكل سكند. Add C not بتساوي 10. C not بتساوي 10 ملي جرام لكل لتر. There is also a sewage discharge of a wastewater entering the lake of a treat moss. يعني هاي Q1 وهي C0 1، Q2 تساوي نص متر تكعيب لكل سكند، C0 2 تساوي 100 ملي جرام لكل لتر. Stream has a reaction rate coefficient 0.2 لكل day، reaction rate constant 0.2 على الدي. طيب ركز معي، انتو على الدي هاي وحدة ايش؟ reaction rate constant للفيرست اوردر، معناته انه راح اطبق معادلة الفيرست اوردر مباشرة. يعني انت شايفين السؤال ما قال لي ايش نوع التفاعل، بس اني الكي عرفت شو نوع التفاعل. فهمتوا كيف؟ تمام. assuming the pollution is complete mix، complete mix، complete mix يعني سي out تساوي سي، and no evaporation يعني ما في عندي decay and losses or يعني ما عندي لا decay ولا هو ما عندي لا ديكي ولا عندي سورس، عندي رياكشن بشكل عام، يعني عندي كي سي في بس ما عندي رياكشن. تمام. وقال لي انه هاي ستيدي ستيت كونسنتريشن ان ليك، يعني بده الستيدي ستيت كونسنتريشن ان ليك، يعني بده السي، هو بده السي، بده السي اوت. تمام. بطبق انا شو المعادله؟ قلنا المعادله للسي تساوي كيو ان سي ان على طبعا مجموع على كيو اوت زائد كي في في. يلا عبي معي، عندي انا 5 10 50 زائد 100 بنص برضو 50 على كيو اوت، دخل 5 وهاي نص 5 ونص، خرج 5 ونص، الكي كم؟ 0.2 معي 0.2 على دي مضروب بايش؟ بالفوليوم 10
14 قوة 6 متر تكعيب. تمام. لو حليت هيك وعوضت وطلع معي جواب صح بقول لك لا. ليش؟ راح تقول لي هذا البسط وحدته متر تكعيب، مش متر تكعيب، الكيو اللي هي متر تكعيب على سكند مضروب من الجرام لكل لتر. الجرام او الملي واللتر بشيلوا المتر تكعيب ما ليش فيها، فبصفي جرام جرام على سكند. المقام هذا وحدته متر تكعيب على سكند كيو. هذا في عندي دي، انا لازم احول الدي ايش لسكند، تمام؟ لانه هذا متر تكعيب لكل سكند. هاي الوحدات اللي بقولكم هاي تركات الماده، تركات الماده وحدات لا اكثر، متر تكعيب لكل سكند. هاي شو بدي اعمل فيها؟ بدي احولها. طيب انا عندي زي هيك المقام، انا بدي بالمقام بدي اياه سكند، يعني بضرب بدي بقسم على اور، بضرب باور بقسم على سكند. الواحد دي في 24 اور، اليوم في 24 ساعه، والساعه الواحده هي 3600 ثانية. أنا لما بدي أحول من دي لسكند بالمقام زي هيك بضرب 24 بقسم 24 على 3600 بطلع معي الناتج النهائي 3.49 ملي جرام لكل لتر، يعني 3.5 ملي جرام لكل لتر. هذا إيش؟ الكونسنتريشن. يا سيدي ما بدك تحله زي هيك، حله زي هيك، 0 يساوي كيو إن سي إن minus q out c out minus k c v. نقول لي هون في عندي دخل 5 concentration له 10 ودخل كمان 100 تركيزه 100 وهو دخل نص، بعدين خرج كم؟ 5.5 c out بده اياها اللي هي اسمها c صار لانه complete mix، ناقص ال k. ال k كم؟ 0.2 على d. طبعا بضربها ب 24 بضربها ب 3600 للتحويل. في سي، سي بده اياها، وفي 10 10 قوه 6. لاحظ انه السي بحط على الاله حاسبه زي ما هي بتطلع معي سي برضه 3.49 جرام لتر. تمام، يعني انا ما بدي احله على المعادله هذيك، بحله هاي ما هي اصلا هذيك اشتقاق منها. هاي الحل انه دخل عندي تدفق ابتدائي ودخل عندي كمان بربيش مثلا من منزل دخل فيه على ووست ووتر، فهي كومبليت ميكس. هاي الاشاره، هاي الاشاره يعني كومبليت ميكس. تمام، طبق المعادله ناقص اوتبوت ناقص رياكشن اللي هي كي سي في، حل زي ما حليت انا مع 3.5. تمام، هسه الحالة الثالثة، احنا حكينا عنها أكثر من حالة. الحالة الثالثة اللي هي الترانزيت كونديشن، الترانزيت أو الترانزيانت، ترانزيانت كونديشن. الترانزيانت كونديشن، كونديشن الترانزيانت كونديشن يعني هي نون ستيدي ستيت، نون ستيدي ستيت. عندي انا اكثر من حاله، نون ستيدي ستيت يعني دي ام على دي تي لا تساوي زيرو. تمام، يعني هون صار في عندي الحد اليسار مش زيرو. هون عندي اكثر من حاله، في عندي حاله اسمها الباتش رياكتر، باتش رياكتر يعني لما اشوف باتش رياكتر يعني انه هو كلوز سيستم، نظام مغلق، يعني no input and output، ما عندي لا شيء بيدخل ولا شيء بيخرج، نظام مغلق. حكينا نظام مغلق ما في شيء بيطلع ولا شيء بيخرج، هاي اول شيء اخذناه بالشابتر. تمام، شو اللي بيحدث عندي؟ بس only reaction، بس في عندي reaction. شو بصير عندي انا؟ عندي دي ام على دي تي تساوي ماينس كي سي في، بس ما كله زيرو. دي ام على دي تي الطرف اليسار وهاي نو رياكشن، نو هاي نو هاي، زيرو زيرو ناقص كي سي في. هاي لما تحلها بطلع عندي سي تساوي سي نوت في اي قوه ماينس كي في. هاي معادله الفيرست اوردر،
لو سكند اوردر بحل السكند اوردر، يعني هاي الدي ام على دي تي بتساوي ماينس كي تي في. الموضوع اللي اخذناه اخر شيء بالفيديو الاول، اخر شيء اخذناه بالفيديو الاول. طيب مثال، هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه باتش رياكتر. انا مباشره لما اشوف باتش رياكتر بطبق هاي المعادله بدون ما افكر، او كلوز سيستم. تمام. طيب هون قال لي المعادلة زي هيك، no input no output but only reaction. هاي أول حالة، هاي مش لترانزيانت، الترانزيانت لها أكثر من حالة. أول حالة منها الباتش رياكتر. هاي بعد ما كان وبعد ما كحل، هاي سي بتساوي سي نوت فيها. في عندي ليك حجمها 10^6، يعني الفوليوم 10^6 متر مكعب. قال لي حجمها 10، وقال لي في منها 10 مول which has first order reaction. اللي عندي عدد المولات المولز تساوي 10 مول. بس نشوف شوي بنستفيد منها. قال لي الكي 10^2، الكي تساوي 10^2 للاور، يعني ايش first order. What will be the concentration after 1 and 10 day؟ بده سي 1 وسي 10. ايش داي؟ ركز داي نستفيد منها. نو اوتبوت نو انبوت اند وين ويل هاف كيميكال هاف بين ديجريدد، يعني وين ويل هاف ذا كيميكال هاف بين ديجريدد. يعني كمان بده سي النص، سي النص. اي وين تي هاف، بده تي هاف، بده تي هاف. تمام، احنا نطبق المعادلة تي تساوي سي نوت في اي قوة ماينس كي في تي. هتقول لي تمام، بس هون معطيني عدد المولات وهون معطيني الفي. طب انا بعرف انه وحدة الكونسنتريشن بتساوي مول لكل لتر أو ميلي جرام لكل لتر، يعني بشكل عام مول على فوليوم. هذا إيش بيساوي؟ الكونسنتريشن هو السي نوت، التركيز الابتدائي. فبالتالي 10 مولات والفوليوم كم؟ 10^6. فبتطلع عندي 10^-5 هو التركيز. إيش هذا التركيز؟ مول على متر تكعيب. تقول لي تمام، بده عند تي تساوي 1 عند after 1 day، فبدي اقول له سي بتساوي سي نوت 10^5 في اي قوة ماينس كي في تي. الكي كم؟ 10^2، والتي هسه هي ايش على اور، مضروب بكم؟ بكم التي؟ بده 1 day، فهون اور وهون day، فبدي احول، فبدي احول فبضرب ب 10، اي بضرب ب 24 قصدي، بس تحول من داي ل اور 24، بطلع عندي 7.9 × 10^6 مول على متر تكعيب. طب بده افتر 10 داي، حط هون 10. تمام، الفرق الثالث وين تي هاف، يعني تي هاف شو تي هاف لما سي بتساوي نص سي نوت. طيب تي نص سي نوت نص بتساوي اي قوة ماينس كي في تي. كي كم؟ 10^-2 تي. هذا ايش للاور، طلع مع الزمن بالاور. بس هذا الجواب حلينا زيه. تمام، اي حل طلع معاه 7.9 بالفرق الثاني كذا، وهون الهاف لما بتي بتساوي هاي بيطلع معها 69 اور. طيب الحالة الثانية من الترانزيت كونديشن اللي فيها انبوت واوتبوت ورياكشن،
في كل شيء، هذا في كل شيء تعمل فيه. تمام، هذا لما اعمل فيه شو اللي بصير عندي؟ طبعا كومبليت ميكس، كمان كومبليت. طبعا لو ما عندي كومبليت ميكس بعطيني السيات، فهي شو بصير عندي؟ دي ام على دي تي بتساوي كيو ان تي ان ناقص كيو اوت تي اوت ماينس كي سي في. طبعا سي اوت تساوي سي، يعني ها شو بدي احكم انه كومبليت ميكس. طيب في في دي سي على دي تي تساوي الشله هذيك، اقسم كله على في، في دي سي على دي تي بتطلع عندي كيو ان على في سي ان ماينس كيو اوت على في ماينس كي سي في ماينس كي في سي. فهسه هاي المعادلة صعب احلها، عشان احلها راح استعمل شغلتين. يعني انا هاي انا حليتها، تمام انا حليتها. بعد الحل، بعد الحل بيطلع عندي السي بدو السي at any time بتساوي سي انفينيتي زائد سي نوت ناقص سي انفينيتي في اي قوة ماينس اي زائد كيو على في تي. تمام، هسه مشان احل معادلة الترانزيت كونديشن وفيها كل اشي انبوت اوتبوت رياكشن كومبليت ميكس، بطبق هاي المعادلة في حالة كونستانت كيو. تمام، شو السي انفينيتي؟ بقول لك السي انفينيتي سي سي اس تي ار، يعني كيو ان تي ان كيو ار بلس كي في. يعني انا مشان احل اي سؤال في كل شيء بطلع اول شيء سي انفينيتي بعوضه هون بعوضه هون، والسي نوت معي والكي معي والكيو معي والفوليوم معي والتايم معي، بطلع السي ات اني. طيب السي انفينيتي ايش هي؟ السي انفينيتي التركيز بعد زمن طويل جدا وهو بثابت. يعني انا التركيز عندي، التركيز عندي بكون عندي زي هيك، تمام او مطلوب هيك بكون عندي زي هيك. هاي رسمة التركيز، فهاي النقطة هاي هاي السي انفينيتي وهاي النقطة السي نوت. بتمنى تكون وصلت. سي انفينيتي لما الملوث يستقر ما يصير عندي لا زيادة ولا نقصان عند زمن طويل جدا، يعني هاي بعد مليار ثانية بثبت. أنا ممكن يجيب لي سؤال، يجيب لي منحنى زي هيك بيقول لي حل هاي سي انفينيتي وهاي سي نوت، ويقول لي مثلا بدو تركيز هون بدو تركيز هون هاي سي سي، فهون مثلا كم الزمن هذا التايم بدو مثلا 10، فبعوض 10 كل ما تني كيبل هاي والفي ما تني اياها صفت وراحت. بس الحالة الهاي في شغلة بدي اشرحها، في شيء اسمه عندي ثيتا، هذا هو عبارة عن الفوليوم على الكيو. الفوليوم على الكيو بتعطيني تايم. طيب شو التايم؟ هو اسمه هذا ديتنشن، ديتنشن تايم. الديتنشن تايم هي فترة مكوث الملوث داخل البحيرة أو داخل المكان داخل الباوندري. دي على كيو هي ديتنشن تايم. شو شفنا معادلة سي تساوي كيو ان وكيو تي ان الكونستانت كيو، يعني هاي سي انفينيتي على كيو زائد اي في في. لو انا قسمت كلها على كيو بتكون عندي سي ان على 1 زائد كي V على Q. لاحظ انه V على Q تضرب بدلها بثيتا، وقال لي اذا عندي جسم التنشن تايم له 10 بطبق انه هاي المعادله، بطبق هاي المعادله. ننتبه لايش اسمه التنشن تايم، ايش اسمه التنشن تايم.
طيب هاي عليها مثال، عليها مثال mixed lake will mixed lake of a volume 10 قوة 6 ب 10 قوة 6 متر تكعيب start to receive an inflow 10. هو قال لي في عندي 10 و 10 والconcentration إلو 0.2 the chemical react first order reaction قال لي الكي 10 قوة سالب 2 الكي 10 قوة سالب 2 leaves with the same inflow يعني خرج ب 10 يعني الكي constant الكي ام تساوي كي out what will be the concentration of the chemical after one day of the start out. طيب لاحظ انه ما قال لي انه steady state، ما قال لي انه conservative ولا قال لي شيء، قال لي الكيو اللي فاتت نفس الكيو اللي طلعت وقال لي complete mixing. فايش بعمل انا؟ بطبق معادلة الترانزيانت اللي هي CT C1 يعني عند بعد يوم تساوي C infinity زائد C0 معطيني اياها 0.2 ناقص C infinity معي C infinity بطلعها في E قوة ماينس A زائد Q على V أو واحد على ثيتا لو أعطاني detention time. هذا كلياته في T. T هاي مش detention time. تمام. C infinity تساوي ل Q 10 C point 2 الخرج 10 10 قوة سالب 2 ننتبه للوحدات متر تكعيب لكل سكند والكي اور دي هاي دي هاي اور الواحد دي في 24 وبدو بعد كم 1 دي بدي كمان سكند انا بدي اياه لسكند لشو حول 3 دي سكند اور على سكن هاي واحد هاي 3600 والفوليوم كم عشر قوة ستة طلعت السي انفينيتي بوينت واحد خمسة ستة مباشرة بوينت واحد خمسة ستة سي نوت بوينت تو سي انفينيتي بوينت واحد خمسة ستة عشر قوة سالب اثنين تحولها لسكند او تحولها 3600 ليش؟ مشان اخلي هاي سكند هاي 10 وهاي 10 قوة 6 فهي ناتجها سكند وهي ديها سكند لانه حاصل جمع وهذا هي كم 1 دي فهاي دي فشو بدي اعمل فيها؟ بدي احولها لانه هاي سكند وهاي دي فبدي اضرب 24 بضرب 3600 بيطلع عندي التركيز بعد يوم 0.17 التركيز بعد يوم 0.17 تمام ظل ضابط معنا. عند الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة اللي هي البلاك فلو رياكتر BFR البلاك فلو رياكتر. طيب شو هاي الحالة؟ هاي الحالة بقول لي Vm على dt تساوي 0 وقال لي في input في output يعني مش same عندي reaction قال لي no complete فبالتالي لما يكون عندي هاي الحالات كلها بقول لي انه الماس concentration varies respect time and distance. أكبر مثال عليه هو البايب أو الريفر الأنهار. يعني أنا لما أشوف عندي بايب أو ريفر هو بلاك فلوري أكتر.
شرح هذا الاشي لبلاك فيوري اكتر مثل لترانزيت كونديشن وكل شيء بس نو كومبليت ميكسينج. طب هذا كيف بدي احله؟ السي مش نفسها سي اوت، السي مش نفسها سي اوت، هذا كيف بدي احله؟ هذا راح احله بطرق يعني ملتويه، وحضل احل 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 راح يطلع معي اخر اشي سي بتساوي سي نوت في قوه ماينس كي في تي. طب انت راح تصفن، مش هاي نفسها معادله ل الحاله non steady state with conservative pollutant او with reaction only، راح تقول اللي هي الباتش رياكت، راح تقول لي اه بس راح اقول لك سر، السر اللي هو يا صاحبي انه تي عباره عن الاكس على في distance على speed. اللي هناك كانت هي detention time وانه فترة مكوث الملوث، هناك كانت فترة مكوث الملوث، اللي هون هاي هناك هون الزمن لازم الانتقال الملوث من مكان إلى آخر. تمام، هذا عليه مثال وهيك راح ينتهي الشابتر. قال لي a point source discharge in a river Q1, Q2, C1, C2 and the cross sectional area 2000. الاريا 2000. قال لي الكيميكال رياكت فيرست اوردر الكي 0.8 على الدي. تمام، قال لي determine the initial concentration assuming complete mix. هو قال لي اوجد السي نوت assuming complete mix. تمام، انا بدي اوجد السي نوت ببساطة تطبق كيو ان. يعني مشان اوجد السي نوت بطبق معادلة اللي هي مجموعة كيو ان سي ان مجموع كيو اوت سي اوت. يب عندي سي بشكل عام اللي هي السي نوت راح تساوي عندي هاي وهاي 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 اللي هم اثناش عشر قوة ستة في واحد زائد نص عشر قوة ستة 400 على مجموع الكيو اللي هي 12.5 بطلع عندي 16.96 سي نوت أو 16.96 ميلي جرام كل لتر. تمام، هو شو بده الفرع الثاني؟ assuming the river، قال لي river يعني black flow reactor، بدون ما يقول لي هاي black flow reactor أنا شفتها river، river black flow reactor calculate the concentration of pollutant 8 كيلومتر. تمام، فأنا بقول له C بتساوي C نوت في E قوة ماينس K في T الكونسنتريشن C C نوت كم C نوت 16.96 ال E قوة ماينس 0.8 هاي عدد D طبعا مضروب بال distance. distance كم كمتي 8 كيلومتر على ال V، على ال V اللي هي السبيد، اللي هي السبيد. طب كيف طلع السبيد؟ انا بعرف انه velocity يساوي q على الاريا. q كم؟ q اللي هي 12.5. طيب كم الاريا؟ 2000. طبعا بنتبه لتحويل الوحدات طلع عندي 6250 متر يعني لكل يوم، فهي 6250 دي متر، هاي متر والدي بالبارت يعني الدي بتطير مع الدي ما في داعي للتحويل، فبطلع عندي 6.1 ملي جرام لكل لتر. وهيك خلص معنا الماس بالانس. بطلع علينا فيديو حل الاسئله، بس ننتبه البلاك فلوري اكتر
مثلا احل ماس ان ناقص ماس ار تساوي زيرو، لانه هو قال لي كونسرفيتف بوليوتنت. وانا مشان احسب السي نوت بحسب على اساس انه ستيدي ستيت، لانه لسه بالبدايه ما صار في عندي ميكسينج ولا غيره. سي نوت في كيو 1 زائد كيو 2 تساوي كيو 1 زائد سي 1 رقم. بعدين قال لي ريفر هو بلاك فوري اكتر في تي بتساوي سي نوت في اي قوه ماينس كي اكس على في او تي. البي بتساوي 12.5 على 2000 مثل ما شرحتها، وهاي 8 كيلومتر يعني 8000، فطلع عندي الكونسنتريشن 6.1. في شغله اسمها الافشنسي، وانا حكى لي في عندي شيء اسمه افشنسي. الافشنسي بتساوي سي ان سي اوت على سي ان 100%. تمام، شو نستفيد من هاي الافشنسي؟ سي ان ناقص سي اوت على تي ان تساوي efficiency. فهي لو فرضت الافشنسي مثلا 75%، ايش بستفيد؟ بقول 1 ناقص سي اوت على تي ان تساوي 75%، فتي اوت على تي ان تساوي ربع، اللي 75% ناقص 1 ربع. فبالتالي ترى احكي انه سي ان على سي اوت 1 على ربع يعني 4، سي ان تساوي 4 سي اوت. تمام تمام، يعني اقدر احكي انه السي ان تساوي 1 على 1 ناقص efficiency، طبعا نسبة مئوية يعني 5 سي اوت. هذا قانون دير بالكم عليه، ولو تلفوا الكرة الأرضية أو تلاقوش في مكان. لو أنا سؤال أعطاني فيه efficiency ما أعطاني كم السي ان أو ما أعطاني السي اوت، العلاقة بتربط بين السي ان سي اوت دلالة الافشنسي. تمام تمام، هيك أقدر انتهى. راجع على السريع، قال لي conservative of mass conservative of energy، قال لي mass balance بهذا كله حكيناه. هاي أمثلة على عديد ecosystem، مجموعة organism بتتفاعل مع بعضها البعض physical environmental يعني فيزيائية معينة. خصائصه vary in size، يعني في ممكن يكون small ممكن يكون large، في عندي ممكن يكون open system يعني في تغير بالماس، وممكن يكون closed. مثال على الأرض open system بخصوص الانرجي بس الكلوز بالنسبة للماتيريال. الايكو سيستم تشينج وذ تايم يعني ايش؟ انستابل. بعدين حكينا عن الغزال، بعدين حكينا عن عدد المولات هذا السؤال، حكينا كمان عن الماتيريال ماس بالانس. اهم اشي السيستم باوندري الفيرست ستيب، فيرست ستيب اول خطوة سيستم باوندري حكيتها، وبتعرف شو اللي بصير جواته. ممكن يصير عندي ما بتغير، ممكن يحدث عندي اكوميليت، ممكن يحدث عندي ديكي. حكينا عنه هاي الرسم شرحتها برضه، شرحت هاي الشغلات. وهون الحالات ترانزيت ستيدي، وهي الامثله كامله. هذا كل شيء انشرح، والافشنسي هاي اعطتكم شو، والديتنشن تايم للرياكتر في على R في على Q يعني قصده في على Q. وحكينا علاقة CN بالCI أو بالـ efficiency كيف تطلعها. انتهى الشابتر، وإن شاء الله ظل الشابتر حل فيديو حل الأسئلة، ساعتها بنفوت بالـ water quality parameter. يعني أنا بدي أشوف كيف، أنا بدي أعرف شو الملوثات تبعت المي وكيف بدي أحلهم. يعطيكم ألف عافية.